موضوع الأردن. فانا صراحه يعني صديق ليا هناك اسمه عبد الرحمن كان عايش في الاردن، هو مصري. انا اتضايقت اول ما عرفت ان انا مش هعدي بالعباره. طبعا ايه اللي استفدت؟ انا كنت عايز اعمل رحله كده كلها في سينا بقى فيها واخش. سسبنس بقى. فقال لي لا، انت يعني ما لا يترك كله لا يترك كله، انت ما عرفتش تسافر، ما تسيبش الرحله بقى، انت سافر طيران وتعالى. بدات اغلف عجلتي في الكرتونه زيها زي الشاشه التلفزيون بالظبط كده، وحطيت الاطارات بتاعتها ومحتوياتي في شنطه وحجزت. الميزه في الاردن ان ماشي تاشيره، يعني بتاخدي تاشيره وانت داخله كده سياحه الدنيا اتفضلي. بسيطة. رحت هناك بقى، زرت اماكن كتير وخدت جميله. العجلة بتاعتك معاك بقى. فانت صديقي قال لي عملت نفس القصة، بس هي مسافة ان انت بدل ما تتنقل من مصر للأردن بالظبط بالعجلة، اخدت العجلة بتاعتك على الطيارة وطلعت بيها وكملت رحلتك جوه الأردن بالظبط بالعجلة عشان تزور الأماكن السياحية زي ما بتعمل في مصر بتعملها في الأردن. بالظبط. اوكي، حلو قوي. نتكلم بقى برضو على رحلة القاهرة أسوان، رحلة اخدت كام القاهرة أسوان يوم دي وفكرت فيها أطول ازاي؟ رحلة كنت بحلم بيها طول حياتي، يعني من ساعة ما حلمت بالترحال وأسافر إن أنا أعمل الرحلة ديت، وكلها مرة واحدة ما أعملهاش على أجزاء يعني. رحلة كانت جميلة جدا، هي استغرقت مني 10 أيام. كل يوم كنت بزور محافظة شكل. الجميل في طريق القاهرة أسوان إن أنت مش بتحتاجي أي خدمات خالص، كل حاجة على الطريق. عايزة كافيهات، مطاعم، كولدرات المية ومبردات دي يعني على طول الدنيا الطريق. متيسرة جميلة كويس جدا ان انت يعني، توصل. والناس بترحب بيكي جدا. زرت اول يوم بني سويف، بعد كده بقيت عند صديق ليا في ملاوي في نهايه المنيا. تالت يوم عملت ريست في اسيوط، وبعد كده رحت لاصدقائنا في سوهاج. ريحت في سوهاج يوم لان طبعا كنت قطعت اكتر من نص مسافه، فالمجهود البدني بتاعي كان زاد يعني قل. ريحت كملت قد ايه بقى؟ يوم، هو يوم يعني، انا يوم وصلت واحد. يوم الجمعه بالليل الساعه 9 ونص، صديقي لا، هو قابلني بره. البني سويف اصلا من القاهره، بني سويف دي صعبه هي بالعربيه كارثه. مثلا، يعني اللي هي بالظبط، يا مالك بقى بالعجله، ما انا ده اللي بتكلم فيه. لا بس الموضوع شيق صدقني، لما تركب العجله بتحس بطاقه هي ايجابيه متعه جميله. وباشن، خلي بالك ده الشغف بتاعك، فانت بالنسبه لك لو وديتك بص اخر الدنيا على انت قلبك زي مبسوطه يعني، العسل انت يعني. مبسوطه. رحنا هناك وقضيت يوم هناك في سوهاج مع اصحابنا وكده، وكملت بعد كده على قنا الاقصر اسوان. نهايه الرحله بتاعتي عند السد العالي. الموضوع كله استغرق 10 ايام، 6 ايام على الطريق، 4 ايام نزارات، اليوم الراحه بتاع سوهاج، وثلاث ايام كنت بزور اسوان بقى، كنت زرنا النوبه. لوحدك؟ دي كنت لوحدي. ما كنتش معاك حد لا لا خالص. طب برضه الواحد بيبقى عايز ياخد يسوع كده معاه ناس ونس، يقول لك الناس اكيد ونس طبعا. في الطريق، اللي هو اختار الصديق قبل الطريق، الحاجات دي عشان لو حصل حاجه لا قدر الله، حد تعب يشيل التاني، حد حس بحاجه برضه يكون معاه حد سند ليه. فانت ليه قررت برضه انك تبقى لوحدك؟ مش قرار، هو الفكره كلها ان مفيش حد بيبقى وقته يسمح ان هو ياخد اجازه 10 ايام من شغله ويقعد، وخاصه ان ما كانتش اجازه، انا كنت لسه مخلص مشروع واخد اجازه كبيره، فقلت دي فرصه ان انا انجز الرحله دي فيها لو قعدت استنى الناس مش هسافر. بالظبط. دي نقطه. النقطه الثانيه ان انا برضو كنت بقابل اصدقاء، يعني انا اصدقاء بتوع الدراجات برضو ترحال في سوهاج قابلوني استقبلوني ومشي معايا برضو جزء من طريق هنا. لما رحت اسوان كان لنا اصحاب في اسوان. الناس بتوع الاقصر برضو استقبلوني في الاقصر، ولفينا في الاقصر وشفنا المعابد. يعني هو كل محافظه كنا بنخش كان الناس بترحب بيك يعني. حلو قوي. طب هل انت بتوثق الكلام ده بس في الكتب، ولا بتوثقه كمان بفيديوز على السوشيال ميديا؟ فيديوز وكتب، انا بخاطب كل الفئات. كان في واحد صديقي مره اتكلم معايا عن امير الشعراء احمد شوقي، بقول له انت عارف احمد شوقي سموه امير الشعراء ليه؟ قلت له لا. قال لي عشان هو بيخاطب كل الناس، الشعر بتاعه بيفهمه الفلاح وبيفهمه دكتور الجامعه. فانا انت عشان تخاطب الشعب، في ناس ما بتحبش القرايه، ممكن حضرتك ما تكونش بتحب القرايه او مالكيش خلق انك او تقري كتاب بزهق مثلا. فعمل لك فيديو صغير كده دقيقه دقيقتين، اقول لك بصي انا روحت متحف النوبه، تعالى افرجك على متحف النوبه، حلو بصي قوي. انا روحت السد العالي، طب ما تيجي احكي لك قصه السد العالي.